موضوع اليوم شائك شوي، يعني مو كتير ناس باليوتيوب العربي تتطرق له بهي التفاصيل اللي رح أحكي لكم إياها اليوم. الفيوتشر أو العقود الآجلة. الفيوتشر ككلمة كمصطلح باللغة الإنجليزية بيعني المستقبل، لكن يلي تعرفوا على هذا المصطلح بمجال العملات الرقمية غالبا ضاع مستقبلهم، أو يعني هيك الإحصائيات بتقول إنه معظم متداولي العقود الآجلة يعني بينتهي فيهم المطاف بالخسارة. شو السبب؟ شو هو هذا العالم؟ شو هو تداول العقود الآجلة؟ ليش كثير ناس بتقول عنه محرقة الأموال؟ ليش كثير ناس بتقول عنه محرقة المحافظ؟ بهذا الفيديو راح أحكي لكم كل شيء بتحتاجوا تعرفوه عن العقود الآجلة بالتفاصيل بإذن الله تعالى. هذا الفيديو راح يفيدكم كثير، راح أعطيكم فيه معلومات كثير راح تهمكم، أدوات تقدير المخاطر، المصطلحات كلها اللي انتم بتحتاجوا تعرفوها، الطرق اللي انتم فيكم تستخدموها لحتى تتجنبوا خسائر فادحة. بإذن الله تعالى هذا الفيديو راح يكون يعني خلاصة تجربة كبيرة كتير، عموما يعني انا اكتسبتها من باب العلم، وانا حابب اني انقلكم اياها من باب العلم بالشيء كمان، لانه هذا المجال موجود بسوق العملات الرقمية، موجود ومؤثر بشكل كبير. وطبعا من باب العلم بالشيء لازم انه انتم يكون عندكم فكرة والمام عنه، لهيك تابعوا معي هذا الفيديو للنهاية. بإذن الله راح تستفيدوا جدا. قبل ما ابدا بالفيديو بتمنى يلي لسه ما له مشترك بالقناة، يعني بس بدي تدعموني من خلال بس كبسة الاشتراك بالقناة، واذا كمان عجبكم الفيديو بتمنى انكم تعملوا لي لايك، لانه هذا الشيء بيساعد انه الفيديو ينتشر ويروح لناس اكثر على يوتيوب. وشكرا كثير لكم. خلونا هلا ننتقل للفيديو مع بعض. في فرقين كثير مهمين بين تداول العقود الآجلة والتداول بنظام السبوت. أول فرق وأهم فرق هو أنه أنت لما تكون عم تتداول بنظام السبوت أنت بتكون المالك الرسمي للعملة، يعني العملة موجودة بمحفظتك، أنت إلك حرية مطلقة بالتصرف فيها، تخليها بالمنصة، تسحبها، تبيعها بأي لحظة مهما كان السعر، العملة ملكك، تمام؟ أما بنظام العقود الآجلة لما أنت عم تتداول عملة بنظام العقود الآجلة أنت ما بتمتلك العملة نفسها، أنت بتمتلك عقد بينك وبين المنصة. هذا العقد ممكن يتسكر بأحد الحالات، إما أنه أنت تسكر هذا العقد على ربح، أو أنك تسكره على خسارة أنت بتكون محددها، أو أنه هذا العقد يتسكر بشكل تلقائي، إما بانتهاء مدة العقد أو أنه يحصل لك عملية تصفية بحيث أنه أنت ما يكون عندك رصيد كافي ليغطي لفتح هي الصفقة. هذا الفرق الأول. الفرق الثاني أنه نحن بنظام العقود الآجلة فينا نربح من على الاتجاهين، إما ارتفاع سعر العملة أو انخفاضها، يلي هو نحن بنحكي لهم صفقات اللونج وصفقات الشورت. كتير ناس ما بتعرف، يعني لما أنا بكون عم بشرح أنه في ناس عم تعمل صفقات شورت ما بتعرف شو يعني شورت، فهون كلمة شورت هي معناها أنه نحن فينا انه نربح من انهيار اسعار العملات، انه نفتح عقد اجل بيننا وبين المنصه، نبيع العملات بسعر مرتفع، ولما ينزل سعرها نرجع نشتري نفس كميه العملات اللي نحن اخذناها من المنصه اول مره، وناخذ فرق الربح هاد لنا لجيبتنا. وهلا خليني جاوب على سؤال كثير مهم، اللي هو انه ليه الناس بتستخدم العقود الاجله. خليني اعطيكم مثال بسيط راح يوضح لكم جواب هذا السؤال بالتفصيل ان شاء الله. بفرض انه انا محفظتي فيها 1000 دولار، تمام، وفي عندي عملة رقمية سعرها 100 دولار. هاي العملة انا متوقع لها صعود، انها تطلع من ال 100 دولار لل 110 دولار، يعني اني اربح فيها 10% في حال اني اشتريتها. في عندي خيارين اللي هن، اما اني اشتري بال 1000 دولار اللي معي 10 عملات من هاي العملة، وحط هدف ربح عند ال 110 ووقف خسارة عند ال 90 دولار. بفرض انه العملة طلعت لل 110 فأنا أعتبر ربحت 10% اللي هن 100 دولار، وبالتالي صارت مع رصيد محفظتي 1100 دولار، أو إنه العملة وصلت لعند وقف الخسارة الخاص فيني وأنا بعت العملات على 900 دولار لما صار سعر العملة 90 دولار، فأنا أعتبر كأني خسرت 100 دولار. طيب أنا في ناس بتقول لك لا، أنا راح أستخدم هي الصفقة بدل ما اني اشتري العملة واحتفظ فيها وحط هدف ربح وهدف وقف خسارة، فلا انا بستخدم 100 دولار بس، هي ال 100 دولار بفتح فيهم عقد اجل بهي العملة عن طريق اني اتدين من المنصة
10 اضعاف قيمه الصفقه الخاصه فيني. يعني انا بحط $100 تمام، وهي المنصه بتعطيني $900 اضافيين تمام. يعني لما احط رافعه ماليه اكس 10، خي مصطلح الرافعه الماليه تذكروا، لانه هلا لما نطبق عملي راح اورجيكم هذا الكلام كله. المنصه راح تعطيني $900 تمام، وتفتح لي عقد بهي العمله، راح تشتري لي 10 عملات تمام. بفرض انه العمله وصل سعرها لل $110، فانا كانه انا شاري عملات ب $1000، لكن انا بحقيقه انا حاطط $100 بالبدايه. بفرض انه سعر العمله نزل لل $90 تمام، فانا هون رصيد محفظتي بيتصفر، بيحصل عمليه اسمها الليكويديشن او التصفيه، يعني انه انا ما عاد معي رصيد يكفي لفتح الصفقه. يعني انا مو فاتح الصفقه بالبدايه ب $100، فخلص مجرد انه سعر العمله نزل لعند حدود ال $100 الاساسيه تبعي اللي هي الضمان للمنصه، فهن راح يسكروا الصفقه والموضوع انتهى. يعني المنصه هي شريكه معك على الربح فقط، على الخساره ما لها شريكتك اطلاقا. يعني كل بساطه هذا هيك موضوع العقود الاجله. ونفس الشيء في حال انا بدي اعمل الصفقه بالعكس، يعني شلون يعني بالعكس؟ يعني انه انا مثلا هلا شايف انه الاسواق عم تنهار، بالمناسبه بالانهيارات اللي صايره هلا حاليا في ناس عم تعمل ملايين من خلال انها تعمل شورتينج او انها تبيع العملات او تفتح فيها صفقات شورت. شلون يعني هذا الشيء بيصير؟ انه انا متوقع انهيار عمله معينه، فانا بعمل عمليه بيع لهي العمله. شلون يعني انا بدي بيع عمله انا ما بمتلكها؟ لا، انا بتدين من المنصه عملات هي بتمتلكها وبتعمل لها عمليه بيع تمام. وبس يصير البيع عند سعر معين، في حال كمل الانهيار تمام، بعد ما توصل لعند منطقة معينة، فأنا برجع بشتري نفس كمية العملات اللي أنا ادينتهم من المنصة. يعني أنا أخذت من المنصة عملات بعتهم $1000 تمام، 10 عملات. لما نزل سعر العملة لمستويات أقل، فأنا صار الرصيد اللي أنا معي صار فيني اشتري 12 عملة مثلا تمام. المنصة بهمها انه ترجع لهم العشر عملات اللي انت اشتريتهم منهم بالبداية تمام، وسعر العملتين هدول سعر العملتين الاضافيين اللي انت اشتريتهم، فهدول بينزلوا كربح خاص فيك. وبهي الطريقة الناس بتربح من صفقات الشورت. وهلأ خلونا بدي اشرح لكم عن منصة، هاي المنصة فينا نحن نستخدمها اسمها بيتجيت. هاي المنصة فينا نستخدمها بتداول الفيوتشر بشكل وهمي. يعني شلون بشكل وهمي؟ يعني انه بتعطينا رصيد، وهذا الرصيد هو يعني ما له علاقة ابدا، يعني ما في داعي انك انت تستخدم اموالك الحقيقية، لا، فيك انت مثلا حابب تختبر استراتيجية تداول، حابب انك تفهم الفيوتشر شلون بيشتغل، فيك انك تستخدم هاي المنصة من خلال انك تعمل عمليات الفيوتشر بدون استخدام اي رصيد حقيقي من رصيدك. خلونا ننتقل على المنصة مع بعض واشرح لكم كل شيء بخصوص الفيوتشر بشكل عملي مع بعض. منصة بيتجيت هي واحدة من المنصات الرائعة جدا اللي فينا نستخدمها بدون توثيق للهوية، وفيها حد سحب لحد 50 بيتكوين بدون توثيق، تخيلوا. وغير هيك انه حاليا فيها طبعا عرض رائع فيكم تستغلوه اللي بيسجل بهي الفترة، في بونص بيوصل لحد ال $4,163 للناس اللي بتسجل بهي الفترة. وطبعا من اهم ميزات هاي المنصة مثل ما حكيت لكم انه فينا نتداول فيها بنظام الفيوتشر بشكل وهمي، وغير هيك فيها خاصية نسخ الصفقات، وفيها امور كتير ممكن اني لسه اشرح لكم اياها ان شاء الله بالمستقبل. لكن حاليا مثل ما انكم شايفين حاليا انا راح اشرح لكم على الموبايل، على نسخة الموبايل، لانه بعرف انه معظمكم راح يستخدم المنصة من خلال الموبايل، ممكن كمان انه نشرح نسخة الكمبيوتر باذن الله بالمستقبل. بعد ما نفتح المنصة ونعمل حساب فيها، في عندنا هون خانة الفيوتشر تحت مثل ما انكم شايفين. لحتى نستخدم الرصيد الوهمي بدنا نروح هون عند 3 نقط فوق على اليمين، ونروح هون على كلمة سيميوليتور تمام. بيطلع لنا هون العملات اللي احنا فينا نتداول فيهم بشكل وهمي، مثل ما انكم شايفين عندنا البيتكوين والايثريوم والاي او اس. انا هلا راح احط على البيتكوين، مثل ما انكم شايفين بيطلع عندي بهذا الشكل. ومثل ما انكم شايفين هي واجهة الفيوتشر بشكل عام على هاي المنصة وعلى مختلف منصات التداول. يعني انا عم بشرح لكم اياها على بيتجيت، فيكم انتم تطبقوها على اي منصة انتم من المنصات اللي انتم بتستخدموها. واول شغلة بدي اشرح لكم اياها هو نظام
التداول الكروس والايزوليتد. كثير ناس ما بتعرف الفرق بين هذول النظامين. كيف نحن بدنا اول شغله قبل ما اشرح لكم اياهم كيف نحن بدنا نحدد، مثل ما انكم شايفين هون فوق عند المربع الازرق في هون كلمه الايزوليتد، في عندنا هون الكروس والايزوليتد. شو بيفرق الكروس عن الايزوليتد؟ شباب بمختلف منصات التداول في عندنا دائما محفظه ضمن المنصه، هي المحفظه مخصصه للعقود الاجله. بهي المحفظة انت بتكون حاطط رصيد مخصص للتداول الفيوتشر، فانت بفرض انه معك $1000 تمام، وانت بدك تفتح صفقة بنظام الكروس. فانت اذا فتحت صفقة بالبداية فتحتها ب $100، فانت بفرض انه سعر العملة نزل عن يعني صارت خسارتك اكثر من $100، بيسحب رصيد من ال $900 الباقيين عندك لحتى يخلي الصفقة مفتوحة بحيث انه انت ما يحصل لك عملية التصفية. لكن في ناس بتقلك لا انا بدي اتداول بنظام الايزوليتد، انا مالي متحمل اخسر بهي الصفقة اكثر من المبلغ اللي انا فاتح فيه الصفقة. يعني انت مثلا اذا بدنا نرجع للمثال تبعنا، نحن فاتحين صفقة ب $100، وبفرض انه انت في محفظتك $1,000,000، بس انت بدك تفتح هي الصفقة ب $100 وما لك مستعد تخسر اكثر من $100 لو شو ما صار. فانت هون هي الصفقة لازم تفتحها بنظام الايزوليتد. فالنظام الايزوليتد الأنظمة الأكثر أمانا بتداول الفيوتشر من نظام الكروس، لكن في له عيب عن نظام الكروس، إنه مثلا أنت لو إنك داخل الكروس في احتمال وارد إنه سعر العملة ينزل تحت $90، خلونا يعني عم نطبق على نفس المثال، ويرجع يرتفع بعدين. فأنت بهي الحالة لو إنك داخل ايزوليتد فأنت ممكن إنه تلكودت وبعدين رجع طلع سعر العملة مرة ثانية. فطبعا في له محاسنه وفي له مساوئه، لكن طبعا هو أأمن بكثير من انك انت تدخل بنظام الكروس. لانه بنظام الكروس يعني بفرض انك انت فاتح هلا بالفترة الحالية اللي مرقت، شفتوا شو صار بعملة اللونا، بفرض انه في ناس كانت فايتة باللونا فاتحة فيها صفقة لونج تمام، وفايتين بنظام الكروس، وعملة اللونا شفنا لوين نزلت. يعني قد ما كان رصيد محفظتك ممكن انه يحميك، فمثل ما شفتوا يعني عملة من رقم معين للصفر راحت حرفيا يعني. فأكيد يعني أكيد حصل عمليات تصفية رهيبة لمحافظ الناس. فهذا الفرق الأساسي والجوهري لازم يعني يكون ببالكم كثير بالنسبة لأنظمة التداول تمام. فهلا هي عنا خلصنا من اول نقطة اللي هي نحن بدنا نختار نظام اللي نحن بدنا نتدين منه فيه بالمنصة. بعدين هون في عنا تحت هون شايفين هاي الاكس 100 واكس 100 بالاخضر وبالاحمر، هون هي الرافعة المالية سواء لصفقات اللونج او صفقة الشورت. يعني انا مثلا انا من الاساس انا هلا بدي اتداول على البيتكوين، راح اتداول اذا بدي افتح اي صفقة لونج يفتح لي اياها برافعة مالية اكس 100 تمام. وبنفس الشيء بالنسبه للشورت، في حال انه بدي افتح صفقه شورت حاططها كمان انا اكس 100. فيكم طبعا انتم هون تعدلوا عليها بالارقام اللي بدكم اياها، لكن انا رح خليهم هلا اكس 100، بس انا بس لحتى اوضح لكم الفكره. لكن طبعا تداول انك تدين اكس 100 هذا موضوع يعني كثير خطير، يعني كثير خطير، وفي يعني يعني التصفيه يعني جدا جدا يعني غالب الاحيان راح تتصفى حسابك حرفيا، يعني انه موضوع فيه خطوره. هلا راح اشرح لكم طبعا شو هي المخاطر تمام. وفي عندنا طبعا نوع الاوردر، انت بدك اياه ليميت اوردر او بدك اياه مثلا فيك تفعل هون خيار الفلاش، يعني هون انه يحدد لك افضل سعر وخلص مباشره يشتري لك بسعر الماركت تمام، او انك تعمل ليميت اوردر تحدد انت السعر يلي بدك تدخل عنده بشكل يدوي. وغالبا شباب يعني اوردرات الليميت بتكون عموله المنصه عليها اقل، يعني انه انا بفضل انكم دائما اللي بده يشتغل نظام الاوردرات يشتغل بنظام الليميت، يعني انت حدد سعر بشكل يدوي تمام. وبعدين في عنا هون الكوست فاليو. شو هو الكوست فاليو؟ يعني انا مثلا هلا بدي اتداول على البيتكوين، سعر البيتكوين حوالي $30,500. انا هلا اذا بدي انا معي $350 اكس 100، يعني حوالي $35,000، لكن عمليا هي المنصه ما حتديني $35,000. فانا هلا رح تدين المنصه بحدود ال 29,000 تمام. شوفوا هلا انا ب $350 انا رح اشتري حبة بيتكوين كاملة تمام، ب $350 فقط تمام. هي فكرة الرافعة المالية، انه انا مثلا انا هلا شايف البيتكوين رح يطلع، مثلا بفرض انا ما عم بحكي انه هو رح يطلع، انا شايف انه رح يطلع،
وانا ما معي ثمن حبه بيتكوين كامله، لكن انا بدي استفيد من هذا الصعود، فانا معي 350 دولار فيني انا ادخل فيهم صفقه فيوتشر واشتري حبه بيتكوين كامله. بفرض سعر البيتكوين هي طلع من 30500 وصل لل 31000، فانا راح اربح 500 دولار من 350 دولار. فتمام، هي هي الفكره شباب. لكن اذا نزل سعر البيتكوين شوي صغيره ل 350 دولار تبعي راح يتصفوا تماما في حال انه انا فايت ايزوليتد بس ب 350 دولار. لهيك موضوع يعني المخاطره بدي اياكم تفهموا وتفهموه كثير منيح بالنسبه لموضوع حجم الرافعه الماليه. يعني كل ما زادت الرافعه الماليه كل ما زادت نسبه المخاطر بشكل كثير كبير. يعني الناس اللي بتتداول اكس 2 واكس 3 واكس 5 يعني هذول يعني نوعا ما أأمن بكثير من انهم اللي الناس اللي بتستخدم الرافعات الاعلى من هي الارقام. وطبعا الرافعات العاليه دائما انت طالما انك حاطط ستوب لوس، وهو هذا اهم شيء بتداول الفيوتشر، انه دائما يكون عندك ستوب لوس، يعني مبلغ انت متقبل خسارته 100%. وانا هلا راح احكي لكم على استراتيجيات فيكم تستخدموها. فهلا خليني اكمل لكم. انا هلا بحدد المبلغ مثل ما انكم شايفين 350 دولار راح يعطوني حوالي 1 بيتكوين. وهون في عندي خيار مثل ما انكم شايفين هون فيني حدد انا التيك بروفيت والستوب لوس الخاص فيني. مثلا انا خليني اقول انه بدي حدد التيك بروفيت الخاص فيني لما يوصل السعر لل 31000، او الستوب لوس تبعي لما يصير سعر البيتكوين 30000 دولار. وبفتح هون صفقة لونج. تمام، مثل ما انكم شايفين حاليا الصفقة هون فتحت عندي تحت. لاحظوا شباب، لاحظوا مباشرة صار عندي خسارة 7 دولار 6 دولار. شايفين هاي الخسارة؟ يعني هاي الربح والخسارة بصير بشكل لحظي، يعني كل ما يتحرك البيتكوين سنتات بصير عندي هون حركة ربح وخسارة. تمام، شو اللي هي البيانات اللي عاطيني اياها تحت؟ اول شغلة في عنا شيء اسمه البوزيشن. البوزيشن هو السايز او الحجم الخاص فيك. يعني انا هون عندي حجم الصفقة كله بالكامل حوالي 1 بيتكوين 0.98. تمام، والانتري برايس هو السعر اللي انا دخلت عنده، عند 30444. والمارجن ريشيو اللي هي طالعه هون عندي 47 هي نسبه المخاطره بالصفقه. مثل ما انكم شايفين نسبه 47% هي نسبه عاليه جدا جدا، يعني انه احتمال الخساره وارد بشكل كبير. تمام، وعاطيني هون الاوبن اوردرز. انا هون طبعا ما عندي صفقات مفتوحه بعمله البيتكوين. والاستيميتد ليكويديشن برايس، انا هون عاطيني سعر البيتكوين يلي عنده انا راح يصير عمليه تصفيه لحسابي او تصفيه للصفقه ل 350 دولار كوني انا داخل ايزوليتد. فانا شوفوا يعني انا دخلت عند سعر 30444، عند سعر 30279 الصفقه بتتصفر. يعني انا ما عاد بيكون يعني 350 دولار تبعي راحوا كلهم بالكامل. تمام، والمارجن اللي هي هون طلعت لنا تحت على اليمين اللي هي 300 دولار يلي هو المبلغ اللي انا بالاساس هون انا دخلت عنده. تمام شباب، فهي المعلومات الخاصه بالصفقه. لاحظوا هلا حاليا في هلا عمليه ربح مثل ما انكم شايفين، يعني باللحظه خساره ربح كل ما طلع البيتكوين كل ما نزل. فانا هلا بفرض اني انا هلا الصفقه هي شايفه هلا يعني رابحه معي. تمام، فيني اما اني سكرها اعمل كلوز. تمام، فيني سكر على سعر الماركت الحالي مباشرة. تمام، لكن طبعا هذا الاوردر بيكون طبعا يعني تكلفة الاوردر اعلى، يعني عمولة المنصة بتكون اكبر. او انه فيني انا حدد التيك بروفيت هون، حدد سعر للعملة اللي هلا هو السعر الحالي. تمام، اللي هو حاليا مثلا 30454، يعني فرق 10 دولار. شايفين؟ ويعني فرق 10 دولار انا ربحان 10 دولار وانا بالاساس داخل ب 350 دولار. يعني شايفين هو هي فكره الفيوتشر شباب. بس طبعا انا ما عم بحكي هذا الشيء لحتى اغريكم انكم انتم تتداولوا بهذا النظام، نظام العقود الاجله، لانه الموضوع فعلا فيه نسبه مخاطره فعلا ما بتتخيلوها. الموضوع يعني فعلا هو محرقه للمحافظ، خصوصا للناس اللي ما لها ماشيه بالفيوتشر باستراتيجيات. انا هلا بعد ما وضحت لكم هون يعني واجهة الفيوتشر، مثل ما حكيت لكم هي الواجهة بتكون يعني بمختلف المنصات مو بس بهي المنصة، بدي احكي لكم على شغلة كمان موجودة بكل المنصات اللي هي هون لما نحط على هدول الثلاث نقط فوق على اليمين في عنا هون الكالكوليتر او الحاسبة. هي الحاسبة شباب فيكم تستخدموها
لتحسبوا الربح والخسارة. يعني أنت فيك تحدد نوع الصفقة اللي أنت فايت فيها، تدخل المعلومات وبيعطيك أنت عن أسعار معينة، بيعطيك قديش رح يكون الربح تبعك، قديش رح تكون خسارتك. أو فيك أنت تحدد مثلا أنا بدي أربح بهي الصفقة $500، قديش لازم يكون سعر الإغلاق الخاص فيها. تمام، فيك هون تعمل لها حساب كمان. وفي عندك الليكويديشن برايس، كمان هون فيك تعمل حساب لعملية التصفية أو سعر التصفية المتوقع في حال انه سعر العمله، انت بدك تعرف انه هي العمله لحتى لاي سعر ممكن توصل لحتى انه يحصل لك عمليه الليكويديشن او التصفيه، قبل حتى قبل ما تدخل بالصفقه. من غير ما تدخل بالصفقه فيك انك انت تستخدم هي الحاسبه. فطبعا يعني هذا هي الادوات طبعا من الادوات اللي بتساعدك بتقدير المخاطر باثناء عمليه التداول الخاصه فيك. تمام، وهي الصفقة مثل ما كنتم شايفين هون قدامكم ربح 3%، لكن مع انه البيتكوين ما طلع 3%، يعني هو 3% من قيمة المبلغ اللي انت حاطه. يعني انا حاطت 300 دولار وربحان $10، فهن عم يحسبوه على المبلغ اللي انت حاطه بالاساس. تمام، ما بيحسبوه على العملة هي طلعت 3%، لا، العملة هون بتطلع 0.3، انت بتربح 10 أضعاف على حسب انت حجم الرافعة المالية اللي انت داخل فيها. وخليني هلا احكي لكم عن بعض الاستراتيجيات والتريكات اللي ممكن تستخدموها، واحكي لكم عن المخاطر المتعلقة بمجال العقود الآجلة. اول شغلة بدي احكي لكم على استراتيجية مارتنجيل. هاي الاستراتيجية شباب بكل بساطة في ناس تستخدمها للناس اللي بتتداول بنظام الايزوليتد. شو يعني شو هي الاستراتيجية؟ هاي الاستراتيجية بصراحة اللي ما بتخسر. شلون يعني ما بتخسر؟ هي حقيقة ما بتخسر، لكن بتحتاج طبعا رأس مال ضخم جدا جدا جدا. شو هي الاستراتيجية؟ بكل بساطة انا بفتح صفقة، انا هلأ حاليا انا شايف انه البيتكوين بده يطلع او بده ينزل او اي عملة ثانية غير البيتكوين، بس احنا عم نحكي على سبيل المثال. بدخل بالصفقة الاولى بمبلغ $10 مثلا، وبحط عندي هدف ربح $10 بالمقابل، اما بحط صعود او نزول. تمام، اما يعني بتوقع سعر العملة حيطلع او حينزل. بفرض انه الصفقة نجحت معي الحمد لله، برجع بفتح صفقة تانية $10 لحد ما اخسر. تجي صفقة بخسر فيها، بعمل بحصل لي عملية الليكويديشن او التصفية، فانا هون حسابي بيتصفر او $10 خسرتها. شو بدي اعمل؟ بدخل صفقة تانية بقيمة $20، وكمان هدفي انه اربح 100%، يعني انه $20 تصير $40 او انه الحساب يتصفى. وبفرض اني ربحت، فانا اذا ربحت $20 بكون عوضت $10 الاولى وربحت فوقهم $10، يعني انا كأني ما خسرت شيء اطلاقا وكمان طلعت بربح. طيب بفرض انه كمان رجعت خسرت هدول $20، برجع بفتح صفقة تانية $40، وبفرض اني ربحت فانا بكون عوضت $30 اللي انا خسرتهم بالصفقتين الاولانيات، وبكون ربحت $10 اللي هو مبلغ الصفقة الاساسي. هي هي استراتيجية مارتنجيل، لكن مثل ما لاحظنا انه احنا عم نشتغل على المضاعفات. يعني احنا اذا بدنا نبدأ $10 شوف انه مثلا في حال انه صفقاتنا، يعني انا عملت 5 صفقات 10 صفقات 15 صفقة خاسرين ورا بعض، شوفوا نحن قديش بدنا مبلغ بالنهاية لحتى انه تجينا صفقة تعوض لنا كل الصفقات اللي خسرناها. فهي من الاستراتيجيات الخطيرة جدا يلي كتير ناس بسوق العقود الآجلة بيستخدموها، بالفوركس ناس كتير بتستخدمها، لكن هي الاستراتيجية للناس اللي عندهم رؤوس اموال ضخمة جدا. الاستراتيجيات الثانية اللي الواحد بيقدر يستخدمها، الاستراتيجيات الأقل خطورة واللي يعني حاليا معظم الناس بتستخدمها، لأنه مو معظم الناس معهم أموال كتير، لكن معظم الناس بتتداول في استراتيجيات معينة بيستخدموها. من هاي الاستراتيجيات اللي أنا عم نزل لكم إياها عندي على قناتي، في استراتيجيات رائعة جدا. أنا دائما ببحث باليوتيوب الأجنبي، ببحث بالمنتديات الأجنبية، بشوف منكم بيبعتوا لي بعض الاستراتيجيات و بعمل لها اختبار وبنزل لكم اياها. هاي الاستراتيجيات شو هي؟ كل بساطة انه نحن بندور على يعني بمساعدة بعض المؤشرات الفنية انه نحن نحاول انه نعمل اكبر عدد صفقات وتكون نسبة الربح بهي الصفقات اعلى من نسبة الصفقات الخاسرة، وبنفس الوقت انه تكون الصفقات اللي نحن عم نخسر فيها، يعني انه نحن يكون عندنا وقف الخسارة يكون
اقل من الربح، يعني يكون دائما الربح عندنا مثلا ربح هي الصفقه 10 دولار وخساره 5 دولار، تمام؟ فبالتالي انه انا في حال اني خسرت صفقتين بعوضهم بصفقه واحده، تمام؟ فانا في بشكل عام يعني اذا انا ربحت 6 صفقات وخسرت 4، تمام؟ فانا يعني كمعدل عام بطلع ربحان. ونفس الشيء اذا عملت مثلا 100 صفقه 60 منهم رابحين و40 خاسرين، انا بشكل عام المعدل العام فالاستراتيجيه بتكون جيده جدا وعم يعني ومربحه بغض النظر عن انه في صفقات خاسره. فمعدل الربح بهي الاستراتيجيات كتير مهم، يعني انه احنا نختبر استراتيجية تداول يكون معدل الربح فيها عالي ونسبة الربح لوقف الخسارة تكون اعلى من انه تكون يعني 1:1. نحاول انه تكون دائما اكثر من يعني يكون عندنا دائما الربح اعلى من الخسارة. ونقطة كتير كتير مهمة شباب اللي هي الستوب لوس، وقف الخسارة، هي نقطة بتداول العقود الآجلة مهمة جدا 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 فوق ما فيني اوصف لكم. يعني مهما كنت شاطر ومهما كنت عمل انه متوقع انه الاسعار ما رح تنزل اكثر من هيك، بهذا السوق ما في هيك شيء. يعني لو بدل يعني لو العمله ممكن تنزل للصفر لتلكودك او تصفر لك حسابك بتصفره، واكبر مثال عندنا اللونة. يعني انت اذا كنت فاتح صفقه لونج باللونة ومهما كان رصيدك فاتح كروس وعندك رصيد بمحفظتك مليون دولار، انت اليوم متصفر حرفيا. فبالتالي نظام الكروس هو نظام جدا خطير، فيه يعني طبعا ناس بيستخدمه باحترافية لكن في مخاطرة كتير عالية، فانتبهوا من هاي النقطة. وخليني احكي لكم عن بعض ادوات تقدير المخاطر. بفرض في ناس يعني حابة انه تداول العقود الآجلة عندها يكون بشكل تلقائي من خلال بوتات التداول، في عندنا بوت 3 كوماس، هو من البوتات الرائعة جدا اللي فيك انت تعمل بوت فيوتشر دي سي اي من خلاله. شلون يعني دي سي اي؟ يعني انه انت تفتح صفقة بناء على استراتيجيتك، بناء على السعر الحالي للعملة ايا يكن، وتعمل عمليات تعزيز. يعني بفرض انت متوقع انه سعر العملة يطلع وفاتح صفقة لونج وسعر العملة عكس معك، كل ما نزل سعر العملة اكثر فانت بتخلي البوت، يعني مثلا انت بتحدد له انه كل ما صار انهيار بسعر العملة 5% مثلا عزز لي بمبلغ الفلاني، كل ما صار انهيار اكثر عزز لي بالمبلغ الفلاني، وتكون انت محدد طبعا التيك بروفيت تبعك وكل شيء بالكامل من خلال البوت. خليني انتقل معكم على الشاشه وارجيكم. لاحظوا شباب، هي الاداه، انا حاط لكم رابط الموقع بوصف الفيديو. بتحدد انت هون مبلغ الرصيد المحفظه الخاصه فيك، بتحدد هون الصفقه انت قديش بدك تفتح، يعني الاوردر الاول قديش بده يكون. مثلا انا بدي افتح اوردر ب $1000، $1000 انا بفرض اني عم بشتغل على رافعة مالية اكس 100، تمام؟ فهي الصفقة يعني ما رح تكلفني الا $10، تمام؟ 10 اكس 100 الف، تمام؟ فهي الصفقة بتكلفني انا $10، تمام؟ وانا بكون شاري بما قيمته $1000. بفرض انه الرافعة المالية اكس 10، تمام؟ فالالف دولار هدول بدي انا الاورد، يعني الصفقه الواحده بدها تكلفني $100، تمام؟ ونفس الشيء بالنسبه لصفقه التعزيز. بالنسبه لصفقه التعزيز انا هون بحدد انه صفقه التعزيز قديش بدي قيمتها. بفرض انه بدي قيمتها $2000 والرافعه الماليه اكس 10، فانا راح اكون محتاج طبعا لمبلغ خرافي انه حتى اني غطي اوردرات التعزيز كل ما كانوا اكثر. انا هون محدد مثلا 6 اوردرات تعزيز، بفرض انا بدي 3 اوردرات تعزيز، تمام؟ مثل ما انكم لاحظين المبلغ الاجمالي صار اقل بكتير. فانا هون بحدد السيفتي اوردرز، قديش كم اوردر تعزيز بدي، بحدد الرافعة المالية، بحدد قديش بدي يعني الفرق بين يعني كل اوردر تعزيز والثاني. شو مثل ما انكم شايفين انا هون محدد 1% مثلا. في عندنا هون السيفتي اوردر فوليوم سكيل، يعني انه اوردر التعزيز الاول يكون ب $2000، الاوردر اللي بعده ب 4000، الاوردر اللي بعده ب 8000، وهكذا بنفس استراتيجية مارتن جيل اللي حكيت لكم عليها. فمثل ما لكم شايفين يعني هون فيك انت هون تحدد مثلا انا بدي اياه يكون 1%، يعني 1 الفوليوم سكيل، فانا هون راح احتاج مبلغ اقل بكتير. مثل ما لكم شايفين صار المبلغ اقل بكتير. وفي عندنا هون كمان اذا انت داخل بنظام الايزوليتد انت طبعا ما راح تحتاجه هذا الخيار. اما اذا انت داخل بنظام الكروس، مثلا انا بدي انه الصفق بدي رصيد يحميني اضافة ل
الرصيد الإجمالي بدي رصيد يحميني بنسبة 30%، فهون بيعطيني المبلغ الإجمالي يلي لازم يكون عندي إذا بدي العملة تنزل 33% من قيمتها الحالية، أنا بضل بوضع الصفقة الحالي. إذا نزلت أكثر من 33% ب0.1 أنا هون بتحصل عملية الليكويديشن أو التصفية. فأنا هون بدي لحتى أمن هاي الصفقة 2886 دولار، ومثل ما لكم ملاحظين أنا دخلت بالأساس بصفقة هي أساساً الأولى ب100 دولار إكس 10 وثلاث أوردرات تعزيز كل واحدة منهم ب200 دولار، تمام؟ فالإجمالي كله حوالي 700 دولار، تمام؟ بس هذا المبلغ بيحميني بنسبة 3%، تمام؟ أما الـ 30% هي اللي أنا حاططها اللي هو الـ 2100 دولار تقريباً، فأنا محتاج هذا المبلغ هذا الرقم لحتى يحميني بنسبة 33%. إذا أنا بدي لسه يكون عندي رصيد حماية أكثر، مثل ما لكم شايفين أنا حطيت 80% صار بدي 6500 دولار، إذا أنا بدي 90% صار بدي أكثر، إذا بدي 99% مثل ما لكم شايفين هلأ العملة إذا نزلت 102% فأنا لسه أنا بكون بوضع يعني بدي 8000 دولار لكون بأمان. فمن خلال هاي الأداة فيكم أنتوا طبعا أنه تختبروا الـ يعني الـ موضوع الليكويديشن وأوردرات التعزيز، وتشوفوا قديش أنتوا هاي الأوردرات قديش ممكن تحميكم، والرصيد وتشوفوا قديش الرصيد اللي بتحتاجوه لحتى تضلوا بالصفقة بأمان وبالنسبة المئوية اللي أنتوا بتحددوها. وطبعا من خلال بوت 3 كوماس فيكم أنتوا تجوا تحددوا هاي الأرقام كلها اللي أنتوا هون حطيتوها بالأداة وتفتحوا بوت، وهذا البوت يشتغل عنكم بالكامل. وإذا بتحبوا أني أعمل لكم فيديو كيف فيكم تعملوا بوت فيوتشر دي سي اي اكتبوا لي تحت بالتعليقات، وطبعا أنا رح أعمل لكم هذا الفيديو تكرم عيونكم. وهيك شباب بتوقع انه يعني حكيت معظم الكلام اللي بدي احكي لكم اياه بهذا الفيديو. طبعا موضوع الفيوتشر لسه فيه كلام كتير ان شاء الله يعني ممكن انه نحكي فيه. انا ما عم شجع الناس انها تتداول فيوتشر، انا عم بحكي لكم انه هذا المجال يعني من باب العلم هو مجال فيه الواحد يقدر يربح منه ارقام كتير كبيرة، وبنفس الوقت بيقدر انه الواحد طبعا انه كل بساطة وكل سهولة انه يتصفر رصيده ويطلع يعني بلمح البصر يطلع من السوق. فانتبهوا كتير منه، انتبهوا اذا ما عندكم استراتيجية صارمة، اذا ما كنتوا متدربين كتير بهذا المجال، ما لكم عارفانين تعملوا استراتيجيات، ما لكم عارفانين تديروا المحفظة، فعملية التصفية صدقوني اسهل من انه يعملوا عملية تصفية بحساباتكم، هذا الشيء ما في اسهل منه. فاذا عندكم اي سؤال تاني متعلق بالفيوتشر اكتبوا لي تحت بالتعليقات، وبإذن الله تعالى يعني ممكن بالبثوث المباشرة القادمة لسه نتناقش أكثر وأكثر بهذا الموضوع. بشوفكم بالفيديوهات الجاية، والسلام عليكم ورحمة الله.